يعتقد أن أسلاف الزرافة طوروا عنقاً طويلاً جزئياً ليساعدهم على الحصول على مصادر الغذاء من أعالي الأشجار، حيث لا تستطيع معظم الحيوانات الوصول. كما يستطيع لسانها المكسو بالجلد والذي يبلغ طوله 53 سنتيمتراً أن ينتف الأوراق بعناية من حول الأشواك. إن التوزع المبعثر للأشجار يعني أن عليها التجول في أي مكان ضمن مدى 654 كيلومتراً مربعاً. تتصارع الذكور مع بعضها على الإناث، ولكن بالطريقة الأكثر إثارة للدهشة، باستعمال القرون التي على رؤوسها وبطريقة تسمى الضرب بالعنق، وهي توظفها كأسلحة العصور الوسطى، حيث تضرب برؤوسها على جسد الخصم بقوة كبيرة، وقد يستمر هذا لعدة دقائق. ومن النادر أن تقتل بعضها، ولكن القرون قد تحدث إصابات وتفقد الخصم وعيه. ويظهر المنتصر.